أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أبرز العناوين. العرب اللندنية: توجس عراقي من إجراءات أمريكية مفاجئة في نهاية ولاية دونالد ترامب. المراقب العراقي: ثلاث عقبات ترحل ملف الانتخابات وتنسف ادعاءات حكومية فجة. وتتساءل الخليج الإماراتية في تقرير لها: الانقلاب أم البقاء في الواجهة؟ ما الذي يبحث عنه ترامب؟ من المقالات يتساءل أثير ناظم في المدى العراقية: سلطة من على من؟ ويكتب إياد أبو شقرة في الشرق الأوسط: باتجاه صفحة أمريكية عربية جديدة أساسها المصالح المشتركة. لحظات وتأتيكم التفاصيل. قالت صحيفة العرب اللندنية إن هناك توجسا عراقيا من إجراءات أمريكية مفاجئة في نهاية ولاية دونالد ترامب، من شأنها أن تزيد من تعقيد الأوضاع العراقية الصعبة سياسيا واقتصاديا وأمنيا. وقد تحول العراق إلى ساحة مواجهة ساخنة بين الولايات المتحدة من جهة وإيران والميليشيات العراقية التابعة لها من جهة مقابلة. ونبقى في العرب اللندنية: خنق الرئة الاقتصادية للحشد الشعبي خيار يفتقده الكاظمي، وتؤكده انطباعات المحللين لما يحدث في العراق. وعن ذلك يقول توم ويبستر المحلل البريطاني في الأمن الإقليمي: إن نهج الكاظمي يتجاهل الأساس الاقتصادي والمالي الذي تستطيع الميليشيات من خلاله شراء الأسلحة وتجنيد الأعضاء وشن الهجمات. أكدت صحيفة القدس العربي أن البرلمان العراقي يمرر قانون الاقتراض لتأمين الرواتب وسط مقاطعة نواب كردستان. وتوقع تقرير لمعهد كارنيجي للسلام الدولي حدوث انهيار مالي كلي للدولة العراقية خلال العام المقبل جراء انخفاض أسعار النفط واستمرار تداعيات تفشي جائحة كورونا، حيث تجد بغداد صعوبة مستمرة في دفع رواتب موظفي القطاع العام. قالت صحيفة المراقب العراقي إن ثلاث عقبات ترحل ملف الانتخابات وتنسف ادعاءات حكومية فجة. وفي سياق التحركات السياسية الجارية بشأن الانتخابات المبكرة، يرى مراقبون أن الحديث عن إجرائها ضرب من الخيال في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا. عنونت صحيفة الشرق الأوسط: كبار صناع السياسات المالية يحذرون من الحماسة الزائدة وأنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم تداعيات لقاح كوفيد-19 الذي يرتقب الحصول عليه في عام 2021. وبشأن ذلك يقول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول: لا تزال هناك تحديات كبيرة وشكوك بشأن التوقيت والإنتاج والتوزيع، وأن ذلك سيكون مهما لوجهة السياسة النقدية في المستقبل. تساءلت صحيفة الرؤية العمانية: متى سيزيد الطلب العالمي على النفط وفق توقعات وكالة الطاقة الدولية؟ مضيفة: هناك مخاوف من أن تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا ربما تبطئ التعافي الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. تساءلت صحيفة الخليج الإماراتية في تقرير لها: الانقلاب أم البقاء في الواجهة؟ ما الذي يبحث عنه ترامب؟ يقول التقرير: يرى البعض أن ترامب لا يفعل سوى الإعداد لشن هجوم على المؤسسة الديمقراطية الأمريكية في أعقاب عزل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وفصل مسؤولين كبار آخرين في البنتاغون، لتوفر هذه الفوضى خلفية مثالية لمسلسل واقعي جديد يلعب فيه ترامب دور البطولة. أما الآن مشاهدينا، فأنقلكم إلى الكاريكاتير. Thank you.
في زاوية مقالات يتساءل أثير ناظم في المدى العراقية سلطة من على من، ويرى الكاتب أن مشكلة العراق في تعدد السلطات حتى وصل حد التخمة، سواء سلطة الأحزاب أو رجال الدين أو السلاح والمال، وغاب عمل السلطات الرئيسة عن المشهد السياسي العراقي، ولغاية اللحظة لا نعرف من هي السلطة الفعلية التي تحكم، هل هي سلطة الدولة العميقة أم سلطة الدولة الظل أم سلطة الدولة الغطاء؟ ويكتب إياد أبو شقرة في الشرق الأوسط باتجاه صفحة أمريكية عربية جديدة أساسها المصالح المشتركة، يقول الكاتب: العلاقات بين الدول لا تقوم على مسألتي المحبة والكراهية بل على حسابات المصالح، وبقدر ما كانت الأوضاع مستقرة في قوى عالمية وازنة ومؤثرة تكون خطوط التواصل السياسي والدبلوماسي موجودة ولا بد من استثمارها. أخيرا يتساءل عمر كوش في العربية الجديد اللندنية: هل يمكن التخلص من التركة الترامبية؟ ويرى الكاتب أنه من الأسهل على الرئيس الجديد بايدن أن يتعامل مع تركة ترامب الثقيلة على المستوى الدولي بما يعيد تطبيع العلاقات مع العالم والإيفاء بالتزامات الولايات المتحدة مع حلفائها، لكن المهمة أصعب على المستوى الداخلي الأمريكي نتيجة الأزمات الاجتماعية وشعور الأمريكيين بالخيبة من النخب السياسية. مشاهدينا، في حوار أسبوع الصحافة ينضم إلينا بعد قليل من الدوحة الدكتور عبد الرحيم الهور الكاتب والباحث بالشأن الاقتصادي. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من الدوحة الدكتور عبد الرحيم الهور الكاتب والباحث بالشأن الاقتصادي. مرحبا بك دكتور عبد الرحيم إلى هذا الحوار. مرحبا بك سيدي، أهلا بك. أهلا بك. دعنا نبدأ أولا من عنوان صحيفة القدس العربي: البرلمان العراقي يمرر قانون الاقتراض لتأمين الرواتب، ويتوقع تقرير لمعهد كارنيجي للسلام الدولي حدوث انهيار مالي كلي للدولة العراقية خلال العام المقبل، وذلك جراء انخفاض أسعار النفط واستمرار تداعيات تفشي جائحة كورونا. طيب، وفق هذه المعطيات كيف تقيم المستقبل الاقتصادي العراقي؟ دعنا نقسم الموضوع إلى جزئين. الجزء الأول هو سياسة الاقتراض لأجل تمويل الرواتب القطاع الحكومي. اعتقد انه هذا شيء، الابقاء على قدرة الحكومة لسداد التزاماتها هو ابقاء على سيادة الحكومة بحد ذاته، وبالتالي شيء طبيعي جدا انه اذا كان في عجز في الموازنة التقديرية في الايرادات الحكومية ان تغطيه من خلال الاقتراض، وذلك لضمان استمرار قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها، لانه يعني هيبة الدولة يعني ستنهار إذا لم تستطع بالوفاء بالتزاماتها. هي أساسا الوفاء، القدرة على الوفاء بالالتزامات هو يأتي من الدولة، فإذا انهار عند الدولة سينهار عند كافة القطاعات الخاصة وشبه الحكومية وسيحدث انهيار عمومي. لذلك يجب أن نؤكد أنه من الضروري الإبقاء على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها. الشق الآخر فيما يتعلق في أسعار البترول وعلاقتها في قدرة الدولة على الاستمرار من عدمه، أعتقد أن أسعار البترول يعني لن تتراجع عن $40 للبرميل خلال السنة المقبلة، ثلاث أو أربع بعض الدول دعنا نقول التي وضعت موازنات تقديرية. تعلم أنه بداية توضع الموازنات التقديرية للدول الريعية والدول التي تعتمد على الطاقة بشكل أساسي على أساس متوسط أسعار البترول للعام القادم، وتكون هذه المتوسطات مدروسة بناء على مجموعة من المعطيات منها العرض والطلب والمؤثرات الاقتصادية الداخلية الخارجية إلى آخرها. المتوسطات المقبولة نسبيا خلال العام القادم ستكون بين $38 و $42 للبرميل الواحد، وهذا سعر لا أقول سعر متقدم ولكن سعر متوازن بالنسبة لكمية الإنتاج داخل العراق.
على مستوى الشأن الإقليمي للدول الريعية والعالمي للدول المستخدمة للبترول فيما يتعلق في أثر جائحة كورونا، لأنك أنت يعني تطرقت إليه وسألت عنه. يعني تشير الدراسات، طبعا عندما نقول تشير الدراسات، تشير دراسات متنوعة، بعضها يميل إلى التفاؤل وبعضها يميل إلى التشاؤم، ولكن عندما نقول تشير الدراسات بمتوسطها إنه الموجة الثانية من جائحة كورونا العالمية ستكون حدتها أقل اقتصاديا وليس صحيا. على المستوى الصحي قد تكون مؤثرة، ولكن على المستوى الاقتصادي ستكون حدتها أقل بسبب ظهور فكرة الحجر الذكي. نعم. أيضا دكتور، خبراء في القطاع النفطي العالمي يتوقعون أن انخفاض أسعار النفط تؤثر أيضا على الاقتصاد العراقي المعتمد بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي. ما هي التداعيات المستقبلية لقطاع النفط العراقي، وما مدى تأثره بما يجري من تغييرات وتقلبات في الأسواق النفطية العربية والعالمية؟ أعتقد أنه بالنسبة للعراق يعني هنالك عاملين، العنصر الأول هي كمية الإنتاج، والعنصر الثاني كمية النفقات المطلوبة المترتبة على هذا الإنتاج. يعني عندما نقول مثلا تصدر ليبيا على سبيل المثال أو قدرتها الإنتاجية 2,000,000 برميل من النفط، فأنت عندك 5 ملايين من السكان، وبالتالي نسبة وتناسب. عندما تتكلم عن العراق تتكلم عن حجم الصادرات قد تصل مع طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 4 ملايين برميل يوميا. طبعا هذا الرقم قادر العراق أنه يوصل إلى هذا الرقم. هذا الرقم على متوسطات الأسعار التي ذكرناها بين 38 و 42 يفترض أن يغطي بحد كبير المتطلبات الأساسية للموازنة التقديرية للسنة القادمة. الآن إذا تراجع المفروض أنه في احتياطات، المفروض أنه في احتياطيات نقدية لدى الدولة، لأنه في وزارة مالية، في بنك مركزي، في سياسات نقدية، في سياسات مالية، في سياسات إقراض، في أسعار فائدة يسيطر عليها، في سعر صرف يسيطر عليه من قبل الدولة. هذه المؤسسات، وزارة التجارة والاقتصاد طبعا أيضا معنية، هذه المؤسسات والوزارات معنية في خلق حالة من التوازن المستمر للوضع الاقتصادي داخل الدولة مع تقلبات أسعار النفط. وأنا كما يعني أسلفنا ذاكرين أنه التقلبات اللي موجودة يجب أنه، أو أعتقد أنه تأثيرها ليس كبير مقارنة بالسنة الماضية، لأنه إحنا السنة الماضية كان هنالك تقلبات كثيرة وانخفاض في الطلب أصلا. إذا يعني السنة الماضية وصل سعر البترول المباع بالعقود الآجلة إلى -36-37 ماينس تحت الصفر، لأنه لا يوجد هنالك من يستلم. اليوم نحن نتكلم على أنه عادت عجلة الاقتصاد العالمية إلى الحركة ومتوسطات الأسعار الحركة. حتى لا أطيل عليك ألخص الموضوع، أنه يعتمد وبشكل أساسي على قدرة المؤسسات على إدارة الأزمة. نعم دكتور عبد الرحيم، إلى ماذا ترجع نفور العديد من المستثمرين عن إقامة أي مشاريع على الأرض العراقية؟ دعنا لا يعني نميل كثيرا إلى حالة جلد الذات ونقول أنه الآن في يعني حسب المؤشرات الاقتصادية التي صدرت بطبيعة الحال خلال العام 2019 عن وجود تراجع في الاقتصاد العالمي، تراجع في النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي كان هنالك تأثير على انسحاب الشركات من أو إيقاف أعمال الشركات في قطاعات أو في بلدان كثيرة. هذا أثر على انسحاب الشركات من العراق لأنه كان في حركة أو في تباطؤ في النمو العالمي. النقطة الثانية، دعنا نقول أن العراق خصوصية، أعتقد لازال العراق يعاني من رفع كفاءة منظومة الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تحكم الاستثمار الأجنبي والشفافية والرقابة. هذه المنظومات معا سويا تشكل الجاذب الأساسي. أنت لا تجذب الاستثمار الأجنبي فقط لأنه عندك مصادر الطاقة، وأنت لا تجذب الاستثمار الأجنبي لأنه عندك الأرض، وأنت لا تجذب لأنه عندك اليد العاملة، وإن كانت هذه العناصر الثلاثة هي عناصر الإنتاج الأساسية، ولكن الآن الاستثمار الأجنبي يتوجه حيث يوجد الشفافية، انعدام الفساد،
حيث يوجد المنظومة القانونية والتشريعية التي تحتضن الاستثمار الأجنبي ويعني يأمن المستثمر على ماله ويأمن على مشاريعه. وأعتقد أنه عفوا يعني ينهض العراق، ولكن نقول بخطى بطيئة، بخطى يعني قد تكون ليست بالسرعة التي يمكن أن تواكب حركة التطور العالمي. نعم، ننتقل إلى عنوان صحيفة الشرق الأوسط: كبار صناع السياسات المالية يحذرون من الحماسة الزائدة بأنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم تداعيات لقاح كوفيد-19 الذي يرتقب الحصول عليه في عام 2021، وهذا سيكون مهما حسب خبراء لوجهة السياسة النقدية في المستقبل. كيف ستكون وجهة السياسة النقدية العالمية في المستقبل برأيك؟ بداية دعنا نجد الرابط الأساسي ما بين وجود اللقاح وبين السياسات النقدية، وإذا نعني بسياسات النقدية سياسات الإنفاق والانفتاح النقدي العالمية. أعتقد أن العلاقة علاقة جذرية، لأنه بمجرد حصول أو بمجرد وجود اللقاح وانتشاره ستعود الدول إلى حالة الانفتاح من جديد. يعني مثلا الشهر الماضي تم إقفال مدينة لندن كاملة لمدة شهر ونص أو 40 يوم مستمرة. الآن في عنا دول، عندنا في الأردن على سبيل المثال، الوضع يسير إلى حالة من التأزم، دعنا نقول الصحي بشكل أو بآخر. وقس على ذلك من لندن إلى الأردن ومن إفريقيا إلى شمال أوروبا، كلها الدول تعاني من الآثار الاقتصادية السلبية لانعكاس الجائحة الصحية وهي جائحة كورونا. لذلك أولا فيما يتعلق في اللقاح، هو من شركات كبيرة لها تاريخ عريق ولديها إصدارات سابقة ولديها دراسات، وهنالك بروسيجر أصلا، يعني هنالك حالة إجرائية، لا يوجد أحد يأتي ويخترع العقار ويقول أنا اخترعت العقار. هنالك إجراء يتطلب فحوصات سريرية ويتطلب أعداد من الناس المتطوعين وعينات من هذه الناس وحالات طبية إلى آخره. وبالتالي هو موضوع ليس مفاجئ، وإنما نتيجة سلسلة من الأبحاث والتجارب المعملية والسريرية إلى أن صدرت هذا اللقاح عن هذه الشركات المعتمدة. الآن الجميع يعتقد كما تفضلت حضرتك أنه مع بداية العام، مع نهاية هذا العام، مع بداية العام سيكون موجود اللقاح بإذن الله تعالى، ونأمل الشفاء للجميع طبعا، وسينعكس ذلك إيجابا على سياسات الانفتاح لسببين. السبب الأول، حالة الإقفال أدت إلى يعني ضعف تدفق الأموال إلى الأسواق، وبالتالي ستعود هذه الأموال التي أصلا توقفت، كانت يعني يجب أن تكون في الأسواق، توقفت ستعود إلى الأسواق. والموضوع الثاني أنه ظهرت فرص استثمارية جديدة بعد جائحة كورونا، بسبب أنه شركات كثيرة خرجت من السوق، وبالتالي أصبح هنالك الحالة التنافسية في الأسواق العالمية والمحلية موجودة. نعم، صحيفة الرؤية العمانية تتساءل متى سيزيد الطلب العالمي على النفط وفق توقعات وكالة الطاقة الدولية، حيث هناك مخاوف من أن تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا ربما تبطئ مستقبلا التعافي الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. ما التوقعات المستقبلية لقطاع النفط العالمي؟ القطاع النفط العالمي لمن يتابع أسعار النفط بشكل حثيث يعي أنه أكبر مؤثر على أسعار النفط ليس قوى العرض والطلب بشكل أساسي، وإن كانت مؤثرة، ولكن هي عبارة عن رؤى سياسية وتبادلات سياسية بشكلها الكبير. العرض والطلب يؤثر، ولكن يعني كما قلنا ليس بذلك التأثير الكبير. أنا أعتقد أنه سيعود الطلب على النفط بشكل جيد خلال الفترة القادمة. نعم، نتحول إلى صحيفة الخليج الإماراتية التي تتساءل في تقرير لها: الانقلاب أم البقاء في الواجهة، ما الذي يبحث عنه ترامب؟ ويرى هذا التقرير أنه في أعقاب عزل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وفصل مسؤولين كبار آخرين في البنتاغون، ستوفر هذه الفوضى خلفية مثالية
لمسلسل واقعي جديد يلعب فيه ترامب دور البطولة. بماذا سيتميز المسلسل الواقعي الأمريكي الجديد في المرحلة المقبلة؟ لا سيدي، يعني كنت على معرفة شخصية ببعض دعنا نقول الناس اللي يعني اقتربوا من البيت الأبيض على الأساس الشخصي، ويقول الجميع أنه البيت الأبيض هو عبارة عن مؤسسة، يعني ويقوم على العمل المؤسساتي وليس على الآراء الشخصية وليس على الأبعاد الشخصية. وإن كان رئيس ترامب يعني ما لا أدري يحاول أن يكون خارج إطار العمل المؤسساتي، فلن يجد من يردف رؤيته داخل أروقة البيت الأبيض. نعم، ننتقل إلى زاوية مقالات يكتب إياد أبو شقرة في صحيفة الشرق الأوسط باتجاه صفحة أمريكية عربية جديدة أساسها المصالح المشتركة. يقول الكاتب: خطوط التواصل السياسي والدبلوماسي موجودة ولا بد من استثمارها والتحاور مع قيادات ديمقراطية أمريكية أكثر استعداد لإدراك التداعيات الاستراتيجية الخطرة. برأيك هل ستعود المصالح المشتركة بين العالم العربي وأمريكا في عهد بايدن؟ المصالح المشتركة، نحن في العالم العربي طبعا هنالك مصالح مشتركة، ولكن المصالح تتدفق أو توجه المصالح على حسب رؤية القيادة الأمريكية. في كل الأحوال يجب أن لا نعتقد أنه ستتوجه المصالح المشتركة ما بين العرب والولايات المتحدة الأمريكية على أساس تلبية مطالبنا أو العربية أقول أو القومية، أو على أساس رؤية نقدمها نحن إذا جاز التعبير بكلمة نحن تعبيرا عن الوطن العربي، وإنما تكون المصالح الأمريكية أو تكون مصالح المشتركة بين العرب والولايات المتحدة الأمريكية بناء على رؤية فريق الرئاسة. يعني نحن نتبع ما يصدر عن رؤية فريق الرئاسة الجديد، نتعامل معه، لكن هل يعني ذلك أنه إحنا فريق مسلوب الإرادة تماما؟ لا، يعني دعنا نقول 5-7% نؤثر في التوجه للعلاقات المشتركة ما بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كل فريق رئاسة، أولا هنالك عمل مؤسساتي من مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية، اثنين في فريق رئاسة، كل فريق رئاسة يأتي برؤية تعاملية مع العالم كله يفرض هذه الرؤية. دكتور، أيضا في زاوية مقالات يتساءل عمر كوش في صحيفة العربي الجديد اللندنية: هل يمكن التخلص من التركة الترامبية؟ الكاتب يرى قد يكون من الأسهل للرئيس الجديد بايدن أن يتعامل مع تركة ترامب الثقيلة على المستوى الدولي بما يعيد تطبيع العلاقات مع دول العالم والإيفاء أيضا بالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها السابقين والتي نسفها ترامب مسبقا. إذن كيف سيتخلص بايدن من التركة الترامبية الثقيلة؟ والله باعتقادي بايدن محظوظ جدا بالتركة الترامبية، يعني من لم يكن محظوظ الذي يأتي بعد أوباما، لكن تأتي بعد ترامب أي عمل تقوم فيه بعد ترامب يعتبر عمل صائب، لأنه الرئيس ترامب أو فريق عمله يعني باعتقادي كان هو أقرب لأراءه الشخصية بعيدا عن فريق عمله، وإن كان فريق عمله أيضا يتبنى نفس الأفكار والأيديولوجيات. عموما فريق الرئاسة الجديد كل ما سيقوم فيه مع السياسة العالمية الخارجية أو على مستوى القيم والأخلاقيات الداخلية التي قامت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، كل ما سيقوم فيه سيظهر على أساس أنه عمل جيد، لأنه الرئيس ترامب قام بمجموعة من الأعمال المخالفة للأعراف الدولية للقوانين الدولية دعنا نقول بشكل أو بآخر، وأيضا كانت مخالفة للقيم والمبادئ التي قامت على أساسها الولايات المتحدة من الحريات العامة ومن المساواة ومن العدالة الاجتماعية وباقي القيم التي يعني تم الإخلال بها خلال فترته. لذلك كل ما سيقوم بشيء ولو كان عادي الرئيس أو الفريق الرئاسي الجديد سيعتبر ذلك إنجاز ما بعد ترامب. نعم، في ختام الحوار أشكرك دكتور عبد الرحيم الشكر الجزيل لمساهمتك معنا. شكراً لك.
مشاهدينا، كان معنا من الدوحة هاتفيا الدكتور عبد الرحيم الهور، الكاتب والباحث بالشأن الاقتصادي. إلى أن نلتقيكم في حلقة مقبلة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.